صور للفنانة شيماء سيف تثير الجدل على السوشيال ميديا. اللي حصل بالظبط ان انتشرت الصور دي للفنانة شيماء سيف، وناس كتير بتسأل هي ازاي خست كل ده. هو واضح طبعا من الصور ان جسمها نازل جدا، وناس كتير ممكن ما تعرفهاش كمان وتقول ان مش هي، لكن في الحقيقة ان دي فعلا الفنانة شيماء سيف، لكن استخدمت الصور بطريقة الذكاء الاصطناعي، وهو اللي نزل وزنها بالشكل ده وطلع صورها بالشكل ده. لان اغلب الناس كانت فاكرة ان الفنانة شيماء سيف عملت رجيم وخست كل ده، لكن في الحقيقة ان ده بسبب الذكاء الاصطناعي. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.